خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والموقف المتعلق بآخر إحصائيات وأعداد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، وكذا أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى منحنى العدوى خلال الفترة الماضية، والذي يشهد تناقصاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة كذلك بالمعدلات العالمية. وحول خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمناقشة واستعراض كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية. وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توفرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين. وأضافت الوزيرة أنه جاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اولى حوارات من القاهره، اهلا وسهلا. الحقيقه موضوع العام الدراسي والاجراءات والتنسيق المستمر بين وزاره الصحه والتربيه والتعليم ده موضوع في غايه الاهميه. ليه؟ لان الحقيقه هيبقى في يعني عدد كبير جدا من الطلاب سواء في المدارس او الجامعات موجودين في مكان واحد. طيب خلوني ارحب مع حضراتكم بضيفي عبر سكايب الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بكليه الطب جامعه زقازيق. دكتور اهلا وسهلا. يا اهلا استاذ فوزي، الاعلام المتميز بتاعنا. اهلا بيك يا دكتور. خليني بس اسال حضرتك قبل ما نخش في العام الدراسي في بعض الاسئله. احنا طبعا كنا متواصلين لفتره كبيره جدا فيما يتعلق بفيروس طبعاً. كورونا، يعني طبعاً. في بعض الكلام اللي حتى كل الخبراء بيقولوا ما فيش دليل قاطع عليه، ايه هو الكلام ده؟ ان هل الفيروس تاثر بالظروف الجويه مع درجه الحراره وبالتالي ضعف؟ ما فيش اجابه بتقول هذا الكلام. هل الفيروس حدته قلت وبالتالي هو بقى عدد الوفيات اقل؟ برضو ما فيش دليل حتى الان فيما يتعلق بهذا الامر. هل في موجه تانية على المستوى العالمي فيما يتعلق بهذا الفيروس؟ برضو في بعض الناس بتقول الكلام ده كلام يعني برضو يحتاج الى دليل علمي. عايز اسمع راي حضرتك في هذه النقاط قبل ما نتكلم على موضوع المدارس. في الحقيقه رايي لن يختلف عن كثير من راي الخبراء اللي تفضلت بيهم، ان مفيش دليل علمي حتى هذه اللحظه. لان استاذ فوزي العمليه كبيره جدا وخطيره، والمرض جديد قالوا 6 شهور، وبيطلع حاجات كتير جدا علميه. العلميه بنتعلم منها كل يوم، يمكن حتى بنقول اراء قد نعترض عليها احنا شخصيا، بنقول راي وقد يتغير الراي بعد يوم او اثنين او اسبوع. وبالتالي عايز اقول ان هل في حده المرض تخفت ولا لا؟ فعلا ده موضوع مهم جدا. هو على المستوى الميداني معظم الاطباء زملائنا بيقولوا خفت، لكن خفت ليه؟ ما نعرفش، لازم يكون في دراسات علميه موثقه تقول لنا هل اولا هل خفت ولا لا؟ واذا كانت خفت، خفت ليه؟ ما نعرفش، في العالم كله ما نعرفش. طيب هل نحن بصدد في موجه ثانيه ولا لا؟ برضه ما نعرفش. كلام كله تكهنات علميه، كلام توقعات قد تصدق وقد لا تصدق، في العالم كله بالمناسبه. طيب هل الاعداد بتقل؟ الاعداد بتقل في مصر الحمد لله، المنحنى الوبائي بيقل جامد جدا وانكسر زي ما كما تعلمون، وقد تكون الموجه قربت على الانتهاء، الموجه الاولى، لكن ما اقدرش اقول انها انتهت يا استاذ فوزي. ليه؟ لان عد الارقام مثلا النهارده او امبارح حوالي 160 حاله و13 وفاه، قبلها 150 او ما الى ذلك. الحالات المعلنه دي كما نعلم جميعا الان ليست هي الحالات الوحيده دي موجوده في مصر وفي اي بلد في العالم. المعلومات العلميه المختلفه من مختلف دول العالم بتقدر الاعداد الحقيقيه من ابتداء من 5 اضعاف الى 50 ضعف الحاله المعلنه بالبي سي ار.
يعني لو طبقنا الكلام ده على مصر هتلاقي ممكن يكون عندنا 1500 او اكتر كمان او 7000 طبقا للبيانات العلميه ما نقدرش نطبقها وبنتنبأ فقط لا نستطيع ان نجزم بيها لنا ولا غيري بالمناسبه. وبالتالي العمليه ما اقدرش اقول ان احنا قربنا على الحاله صفر الا لو خدنا بالنا قوي 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 يا استاذ فوزي. يعني لازم الشعب كلنا ستات ورجاله وصغيرين وكبار ناخد بالنا ونلتزم بالاجراءات الوقائيه تماما عشان نخلي الموجه الحاليه توشك على الانتهاء. وبعد لما تنتهي يعني لازم اوصل للحاله صفر او ما يقرب من صفر، وبعدين استنى فتره ما يقرب من شهر اللي هي فتره الانكيوبيشن بيريود او العدوى اللي تكون موجوده خلصت، وبعدين بعديها بعد اسبوعين او شهر ما الاقيش حالات، يعني استنى صفر حاله لمده ما يقرب من شهر. بعدها فقط اقدر اقول ان انا عدت المرحله الاولى ونتحسب للمرحله الثانيه. انا النهارده لسه في المرحله الاولى وما انتهتش المرحله الاولى، انا خايف ان المرحله الاولى تنعكس وتزيد ثاني. يعني الموضوع في مصر الحمد لله مسيطر عليه، الارقام متحسنه جدا، ارقام الشفاء بتتحسن، النهارده وصلنا حوالي يمكن 65% من نسبه الشفاء من الحالات، على الرغم من ان بالمناسبه ال 65% ده بنحتل المركز 150 على العالم، ده بيانات مجلس الوزراء. يعني لازم نحاول نحسن الارقام دي، لان مصر ان شاء الله بالقيمات والقامه بتاعه الاطباء وجيشنا الابيض نستطيع ان نحسن بروتوكول العلاج ونرتفع شويه بنسب نسب الشفاء. ولكن بنتحسن في الفتره الاخيره، يمكن كان عندنا نسب الشفاء 25 اتحسنت 30 35 لغايه ما وصلت النهارده 65. فالارقام اللي عندي الحمد لله مطمئنه، ارقام المستشفيات والعنايه المركزه مطمئنه جدا، لكن كل الاطمئنان ده قد ينكسر لا قدر الله لو لم نتوصل الى حل مع الاخوه المواطنين اللي بيشوفونا دلوقتي، ان احنا نرجع لحاله الالتزام اللي كنا بنشوفها في اول المرض يا استاذ فوزي. انا النهارده بنزل الشوارع، بنزل المؤسسات، حتى مؤسسات حكوميه، حتى بنوك قد نجد فيها عدم التزام، وده امر حقيقي محزن ولا يجوز اطلاقا يحدث في مصر، بلد زي مصر بحضارتها واطبائنا والاعلام بتاعنا. لازم نركز الفتره اللي جايه على طريقه جديده وطريقه للتثقيف الصحي نقنع بيها المواطنين، نقول لهم يا جماعه كورونا او كوفيد 19 ما ماتتش، احنا لسه المرض ما انكسرش يا جماعه، لم تنتهي الموجه الاولى. لو لم نحرص بشده على تطبيق الاجراءات الوقائيه قد نفاجئ ان احنا الموجه رجعت ثاني لا قدر الله، وساعتها يجي الشتاء وتبقى الفرصه مضاعفه لزياده الاعداد، وقد يصعب علينا في الجهاز الصحي التعامل مع هذه الحالات وتحصل زي الحالات الاول اللي كنا بنخاف منها. فلازم ناخد بالنا عشان ننتهي من الموجه الاولى، واحنا الحمد لله قادرين على ذلك تماما سواء بالجهاز الصحي او بوعي المواطنين. طيب يا دكتور، يعني برضو الاعراض المتعلقه بالمرض في البدايه كلنا تقريبا كنا حفظناها، في بعض الكلام برضو بيتقال ان الكورونا بتسبب السكته الدماغيه، بتسبب في تطور جديد مشاكل كبيره في الجهاز الهضمي، راي حضرتك في هذا الكلام من الناحيه العلميه؟ صحيح، لانه حضرتك الاول كان عدد الحالات بتاعه كوفيد 19 قليل يا استاذ فوزي، كنا بنتكلم في 500 حاله 1000 حاله، فكانت الاعراض واضحه جدا، ريسبيراتوري، الاعراض الجهاز التنفسي. النهارده عندنا في العالم حوالي 21 مليون حاله، عندنا في مصر حوالي 99 او 100 الف حاله، 99 الف او 100 الف. الاعراض الكثيره دي او الاصابات الكثيره بتصاحبها طبعا اعراض اخرى غير اعراض الجهاز التنفسي. النهارده عاد في شبه فيرجن او شبه فصيل من الكوفيد 19 بيجي عليه الامراض الجهاز الهضمي، قد تكون هي البريدومينانت او المتغلبه، لكن مش الاعداد الاكثر، الاغلب حتى هذه اللحظه هو الجهاز التنفسي طبعا، اعراض الجهاز التنفسي. حالات كتير قد يحدث فيها الجلطه، الجلطه زي ما حضرتك عارف تجلط من البلد او من الدم اللي ممكن يسد اي جزء، يسد اي جهاز او اي عضو من الجسم. قد يكون العضو ده العين، قد يكون الدماغ، قد يكون الجهاز التنفسي، الكلى، اي ما الى ذلك. اذا هل في تجلط؟ طبعا في تجلط، لكن هل هو عرض جديد؟ لا مش عرض جديد، دي مضاعفه، وللحسن الحظ الحمد لله ان هي من الحالات الخطيره او مضاعفه خطيره اللي مش بتحدث بنسبه عاليه. اذا في جلطات ايوه لكن نسبتها غير عاليه الحمد لله،
النهارده لو كانت النسبه دي عاليه كنا هنشوف حالات اكتر من كده بكتير في المستشفيات او على اجهزه التنفس الصناعي. الحمد لله الوضع ده مش قائم في مصر. في بعض الحالات في بعض الحالات ولكن مش كتير. في بعض حالات الجهاز الهضمي هي الاساس في طبعا، لكن مع الان يعني حتى هذه اللحظه اعراض الجهاز التنفسي اللي كلنا عارفينها، قصر التنفس او التنفس الشديد او التعب او الكحه وارتفاع درجه الحراره، هي البريدومينانت او الغالبه. طيب يا دكتور، احنا داخلين على بدايه العام الدراسي واجتماعات الحقيقه مكثفه بين وزاره الصحه والتربيه والتعليم، وطبعا في تنسيق مع التعليم العالي بكل تاكيد. خطه التامين الطبي للعام الدراسي الجديد كما ترى انت؟ هو الحقيقه احنا زي ما تفضلت الوزيره النهارده في دلائل ارشاديه طلعت، ولسه هتطلع بروتوكول يعني تفصيلي شويه، فاحنا بانتظار البروتوكول التفصيلي. لكن عايز اطمنك وطمن كل اللي بيسمعونا ان العمليه بسيطه لو فهمناها زي ما من اول يوم، بالمناسبه ما اختلفتش. كوفيد 19 بينتقل عن طريق ايه؟ كلنا حفظنا دلوقتي، بينتقل عن طريق التلامس المباشر مع الاشياء الملوثه او الادوات الملوثه، الديسك بتاع الطالب، الطباشيره اللي هيمسكها، السبوره، اي حاجه، الكراسه، يبقى اي حاجه بتنتقل لازم ناخد بالنا منها، تتطهر. وخاصه اكيد مدراء المدارس كلهم دلوقتي عندهم تعليمات واضحه انه هيطهر المدارس، هيطهر الديسكات، هيطهر الملاعب، يعني اي شيء ممكن ينتقل عنه الفيروس. طيب يا دكتور، الفصول اللي هي بتتعدى 40 و50 تفتكر ممكن يكون في سيطره ولا ده الامر ده لازم يعاد النظر فيه؟ طبعا لازم يعاد النظر، وهقول لك ما دي هتيجي في النقطه الثانيه. النقطه الاولى قلنا بتنتقل عن طريق التلامس المباشر مع الاشياء الملوثه او الادوات الملوثه. الطريقه الثانيه او هي الغالبه بالمناسبه عن طريق الرذاذ المباشر. طيب عشان اتغلب على الرذاذ المباشر يبقى حاجتين: اتجنب القرب من الشخص المصاب او الشخص اللي بيكح او بيعطس. وهنا تيجي فكره التباعد الاجتماعي اللي هو لازم يكون فيه ما بين الديسك والثاني او الطالب والثاني من متر الى متر ونص. اذا لازم، واعتقد ده هيكون في الدليل، ولازم هيكون طبعا هيكون الاعداد المسموح بيها في الفصل هي الاعداد اللي تسمح بالتباعد الاجتماعي بين كل طالب والثاني بمتر على الاقل. فلازم من التباعد الاجتماعي، لازم من ارتداء الكمامه، بس هيبقى صعب على الطلبه في الابتدائي بالذات يكون يرتدي 7-8 ساعات الكمامه. عشان كده هيبدا لازم لو استمرت الاعداد لو لم تنكسر يمكن يكون الاونلاين زي ما احنا الحمد لله قطعنا فيه شوط جامد في وزاره التربيه والتعليم ودوره التعليم العالي. قطعنا شوط جامد في الاونلاين، فدي ميزه كبيره لو استمرينا او الخبرات التراكميه دي قدرنا نكتسبها. وكمان سمعنا انه قد يكون الدراسات النظريه او في يومين بس للكليات النظريه، 3 للعمليه او 4. يعني الكلام ده كله عايز اقول، مش عايز اقوله سابق لاوانه، لانه لسه في اي نعم شهر واحد فقط على بدء الدراسه، لكن في كوفيد 19 بتتغير الاحوال يوم والتاني. فبدانا لا نسبق الجسر او لا نعبر الجسر حتى نصله، لكن اكيد المسؤولين هيتحطوا قدامهم المعلومات اللي هتبقى اهم نقطه فيها اعداد الحالات اللي موجوده، تقبل الناس لفكره التباعد الاجتماعي والتزامهم بالكمامه وكده. ده اللي هيخليهم يقول ان احنا هل هنبدا بالاونلاين. يمكن بعض البلاد النهارده بتبدا اونلاين شهر او اتنين، وقررت من دلوقتي انها تبدا اول شهرين في الدراسه. من الدول اللي بدات فيها الدراسه هتقول اول شهرين هيبقوا اونلاين، خاصه ان بدايه الدراسه قد تكون مع بدايه الشتاء، وفي الحاله دي او حتى يمكن عدى شهر كمان في الشتاء، فالناس هتخاف من التزامن بتاع حالات الانفلونزا العاديه والبرد العادي ومن كوفيد 19. اي واحد هيخاف هيبقى عنده دي او دي او دي، هيصعب التفرقه بينهم. اذا عايز اقول ان برضو الادوات الواضحه والحمد لله بالمناسبه لغايه النهارده ثبتت فعاليتها، يعني التباعد الاجتماعي ثبتت فعاليته، ارتداء الكمامه ثبتت فعاليته، التطهير للادوات اللي ممكن تلوث ثبتت فعاليتها. فلو عملنا الحاجات الثابته دي لغايه النهارده اعتقد ان شاء الله هيبقى الدراسه امنه، ومش هنخاف من حاجه، لانه لا يمكن بقى هنستمر مع كوفيد. طيب دكتور عفوا دكتور، عفوا للمقاطعة، يعني قبل بس ما اسيب حضرتك، المتعلق بسباق اللقاحات،
يعني من يومين مدير منظمة الصحة العالمية كان بيتكلم على أن أهمية التنسيق الدولي في هذا المجال، وأنه لا يمكن صحيح. الاعتماد على فكرة مناعة القطيع أو اللقاحات القومية، لازم يكون في تنسيق حتى يكون الجميع آمن. أنا فعلا أنا كاتب مقالة النهاردة ومقالة أول امبارح عن نفس الفكرة دي. بقول فيها أن التطعيم أصلا، هنقول أن في حوالي 170 تطعيم لغاية النهاردة في العالم كله، أهمهم حوالي 7 تطعيمات دخلوا المرحلة، عدوا المرحلة الثانية، يمكن في المرحلة الثالثة اللي بنسميها المرحلة الكلينيكية أو كلينيكال ترايلز، اللي خلاص التطعيم بيجرب على نسبة كبيرة من الناس أو عدد كبير من الناس. طبعا كلنا عارفين ومتابعين اللقاح الروسي سبوتنيك 5 اللي هو على اسم سفينة الفضاء الروسية المعروفة، ده خلاص قال ان احنا طلعنا تطعيم، وطلعنا تطعيم آمن، وطلعنا تطعيم على كلامهم آمن تماما وبيستمر. انا شخصيا متشكك شوية، قد لازم يكون قدامنا معلومات كافية على التطعيم الروسي او غيره عشان نقدر نقول انه آمن، وخاصة اهم حاجة استمرارية الانتيجين او استمرارية الفعالية بتاعته. يعني الفعالية مش تشتغل شهر واثنين فقط، لا، عايزين نجربها على عدد كبير من الناس، آلاف من الناس، والمدة اكتر من 5-6 شهور عشان نتأكد ان التطعيم هيستمر اكتر من 5-6 شهور. ده لم يحدث حتى هذه اللحظة، ولذلك انا اؤيد تصريح منظمة الصحة العالمية ان احنا ما نقدرش نعتمد على مناعة القطيع، لانه حتى لو صدر سواء تطعيم اوكسفورد او التطعيم الامريكي او التطعيم الصيني او الروسي على سبيل المثال يا فوزي بيه، التطعيم الروسي الدولة الروسية نفسها بتقول ما اقدرش اطلع اكتر من 2 مليون تطعيم. روسيا لوحدها متعاقده مع 1 مليار شخص، اذا هتحتاج كم سنه عشان تغطي الكلام ده، حتى بفرض انها اتسعت الانتاج، وحتى بفرض ان اوكسفورد طلع، مش هيقدروا يغطوا العالم ولا نسبة 5% أو 10% من العالم في أول سنة، لأنه في أول سنة هيتم توجيه اللقاح إلى الأجهزة الطبية، إلى الأطباء، إلى الفئات المعرضة للمخاطر زي مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى ضغط الدم أو مرضى السرطانات. إذن العالم مش هتقدر، شركات الأدوية مهما كانت كفائتها لن تستطيع تغطي العالم أجمع. أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم، بشكرك جدا، أشكرك على كل هذه المعلومات القيمة. أشكرك الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا. طيب ده كان الموضوع الأول، عندنا موضوع تاني، ولكن عندنا حالا موجز الأنباء مع زميل أشرف عبد العاطي بعده والحوار الثاني، ابقوا معنا.